السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. انطلق الشوط الثاني عشر، نتابع وإياكم في هذه اللحظات الانطلاق والاندفاع لهذا السن وسن الحقائق، وهذا الشوط يعتبر الشوط ما بعد السيارات. هذا ايضا هذه المقدمه الصداره مع الباز لفهد بن محمد بن راشد الرومي على المركز الاول، من جاء وصيف ايضا في الشوط الماضي، جاء وصيف على المركز الاول في الشوط الماضي. نتابعه في هذه اللحظات دافع بالباز لفهد بن محمد بن راشد الدوسري، بينما المركز الثاني نتابع من الجانب الايمن السمح لمحمد بن طالب بن محمد بن عقيل النابت، بينما أرى وصول جديد وانطلاق من مبلش صالح بن حمد بن صالح بوشريدة المري. يا سلام يا بوشريدة قادم في هذه اللحظات، بينما أرى شعار الإمبراطور قادم في هذه اللحظات، مندفع المستشار لمحمد بن علي بن قريع المري. يا سلام مع سلالة المستشار، بينما المركز الخامس والانطلاق مع شاهين سعيد بن بطي الزعبي قادم في هذه اللحظات، هناك مع انطلاقة شاهين سعيد بن بطي الزعبي. يا السلام يا هذا الشوط، انطلاقة واندفاع، أسماء منطلقة، أسماء أيضا مندفعة في هذا الشوط، ولكن بنعود إلى أبو شريدة، بنعود إلى أبو شريدة اللي على المقدمة وعلى الصدارة، اللي في مقدمة هذا الشوط، نتابعه ونتابع انطلاقته. هذا هو شعار أبو شريدة، نار على علم هنا في المقدمة والصدارة، صالح بن حمد أبو شريدة هنا من يقود هذا القعود. مبلش 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 على المركز الاول على المقدمه، صالح بن حمد بوشريده المري ايضا هنا من له نصيب الاسد في سن الثنايا. يا سلام يا بوشريده، يا سلام في سن الثنايا والقعدان. يا سلام هنا في المقدمه نتابع في سن الحقائق، مبلش مبلش صالح بن حمد بوشريده، بينما المركز الثاني شاهين سعيد بن بطي الزعبي، المركز الثالث تابع القادم هناك العديد لناصر بن عبد الهادي بن هدوان قادم مع المركز الثالث، المركز الرابع الباز فهد بن محمد بن راشد الرومي، المركز الخامس هنا القدوم في هذه اللحظات مرشم فيصل بن جابر بن خجيمة العذبة قادم مع المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز الأولى. الله يا المقدمة، شوفوا سعيد بن بطي، شوفوا القدوم، شوفوا التغيير على المقدمة على الصدارة من شاهين، شاهين شاهين والعصاقوس مع بوابة الكيلو المتر الأخير، ولكن أرى هنا مبلش يعود مرة أخرى، وأيضا بن هدوان، بن هدوان قادم في هذه اللحظات مع العديد، العديد لناصر بن عبد الهادي، بن هدوان قادم مع المركز الثاني، شاهد الباز، الباز يعود مرة أخرى، فهد بن محمد الرومي. يا سلام يا هذا الشوط، يا سلام يا هذا التحدي، ولكن شاهين، شاهين ما زال صامد على هذا الانطلاق والاندفاع. نتابع في هذه اللحظات ايضا وصول، هناك قدوم من شمشون لسعود بن عبد العزيز بن شنان قادم مع شمشون على المركز الخامس، ولكن نعود للمقدمه، نعود لشاهين سعيد بن بطل الزعبي على المركز الاول، بينما العديد على المركز الثاني، ناصر بن عبد الهادي بن هدوان، المركز الثالث الباز فهد بن محمد الرومي، المركز الرابع مبلش صالح بن حمد بوشريده، المركز الخامس شوف اللي قادم السمح، السمح ايضا قادم لمحمد بن طالب بن عقيل النابت مع المركز الخامس، ولكن نعود نعود الى الصراع ما بين شاهين وما بين العديد، العديد وشاهين، العديد وشاهين، شاهين والعديد، العديد وشاهين، الامتار الاخيره، الامتار الخطيره، شاهين، العديد، العديد، شاهين، العديد، شاهين، العديد، العديد، العديد هناك من الجانب الايمن، ولكن شاهين، شاهين، العديد، الامتار الاخيره، الامتار الخطيره، شاهين، شاهين الزعبي، شاهين سعيد بن بطي، شاهين سعيد بن بطي المغامر. سلام وتحية واحترام على هذا الناموس لسعيد بن بطي الزعبي مع شاهين. المركز الثاني العديد، ناصر بن عبد الهادي بن هدوان، المركز الثالث مبلش لصالح بن حمد بوشريدة، المركز الرابع، المركز الرابع وصل هناك الفاتن محمد بن فرام بن عتيق بن قريع، المركز الخامس
المركز الخامس السامح لمحمد بن طالب بن عقيل النابت. شاهدنا هذا الشوط وشاهدنا التحدي، شاهدنا هذا الأداء والتميز، ولكن كان التنافس إلى خط النهاية، كان التنافس ما بين العديد وشاهين، ولكن كان شاهين هو المنتصر في هذا الشوط والفائز. والتهاني والتبريكات لمالك شاهين سعيد بن بطي الزعبي، المغامر، المغامر يغامر دائما، يغامر بهذا الشعار، يفوز دائما. هذا المضمر العملاق. هنا نتابع في هذه اللحظات شاهين وتوقيت الزمني إلى خط النهاية، 4:23 42 جزء من الثانية. تهاني لسعيد بن بطي الزعبي على هذا الفوز، بينما المركز الثاني هنا العديد توقيت الزمني 4:23 67 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمارك ناصر بن عبد الهادي من هدوان المري، بينما وصل على المركز الثالث مبلش، أيضا أتانا مبلش بتوقيت زمني وقدر 4:26:89 جزء من الثانية. تهانينا لصالح بن حمد بن صالح بشريد.